ناخذ شويه فواكه. وانا جبت الفريكه معي من البيت، هي موسم هالسنه فريكه تازه. تم علينا ناخذ شويه لحمه واللبن الغنم، مهم، وهي الفواكه. سلامي فيكم بأرض الزيتون ومزارع التين والمحلي بالرمان. هاي الأشياء هي اللي بتميز الأراضي الزراعية بإدلب، وهذا الزيتون هو عصب الحياة بالنسبة لنا. يعني المعروف عن الناس هون إنه بيتوارثوا أراضي الزيتون أبنا عن جد، وعندهم إياها كتير غالية، يعني ممكن يتخلوا عن أي شيء من ممتلكاتهم ما عدا أراضي الزيتون، بيصعب عليهم كتير التفريط فيها. والله يا بنتي أنا بعرف إنه أكبر منطقة بعدد شجر الزيتون هي هالمنطقة، سبحان الله، يعني إدلب، محافظة إدلب، وزيتها غير شكل. أكيد. قديه تتوقعي خالته في أشجار زيتون هيك في مدينة إدلب والريف؟ والله ما بعرف، يعني توقع عن شي 2 مليون يعني شجرة زيتون. بعيد كتير يا خالته، 14.5 مليون شجرة زيتون ما شاء الله. الله. وهو اللي بيسبب هذا مصدر دخل أساسي بالنسبة للأدالبي جوا وبرا البلد. اللهم صل على سيدنا محمد، إنه العدد ما شاء الله كبير. صحيح. وأنا بتذكر من أنا وصغيرة بحلب كانوا يجيبوا زيت الزيت يا من إدلب يا من عفرين. طبعا كانوا يجيبوا منتج الزيت كل سنة. صحيح.